إيدر ميليتاو. لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. مودريتش، أرتورو فيدال، الله على هذه الكرة، السيطرة تنجح، فرضوا الأسلوب، سيطروا، تحكموا، التعادل السلبي ينتهي، هدف أول في هذه المباراة، بعد عدة محاولات، عدة كرات، اشتعلت القمة الآن. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. حكم اللقاء يضيف دقيقتين كوقت بديل. حلوة الكرة البينية من سواريز، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. بالنظر للي قدمه أرتورو فيدال في شوط المباراة الأول، سجل هدف مهم جدا قبل النهاية.